بدأت الحشرات تتسرب إلى المواعيد الأوروبية، ما هي الأسباب وهل تتعلق القضية بالمسلمين؟ أصبح ليس من الغريب أن يمضغ الأشخاص الديدان والجراد والحشرات في الدول الغربية بالوقت الراهن، وهذا بسبب توسع الأنظمة الغذائية في معظم أنحاء أوروبا بوتيرة أسرع من قبل، حيث أن دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ الآن، يعني أنه يمكن الآن تحويل المزيد من أنواع الحشرات إلى أطعمة. هذا يعني أن محبي الأكل يمكن أن يتناولوا طعاماً يحتوي على الصراصير المنزلية وأشكال من اليرقانات تشمل ديدان القمح والجراد المهاجر. وعلى الرغم من أن أنصار هذا التوجه يقولون أن الحشرات سوف تؤدي دورا متزايدا في الأهمية في النظام الغذائي المستدام، فإن هذه الفكرة لا تزال تثير انقساما ما بين الكثيرين، ما بين الفضول والنفور. طعام الحشرات وكيفية تناوله. أتاحت القوانين الجديدة الأوروبية تجميد الصراصير المنزلية وتجفيفها واستخدامها كمسحوق في الطعام، وهذا يعني على سبيل المثال أن شركة كريت وان الفيتامينية ربما تسوق لصراصيرها المنزلية منزوعة الدهن. ما رأي العلماء في تناول الحشرات؟ وقد درس العلماء بالفعل الصراصير عقب أن جرى إدراجها في قائمة الأطعمة الجديدة، ويمكن أن تحتوي جميع أنواع الخبز ولفائف الخبز والبسكويت والمقرمشات والمكرونة والصلصات والمشروبات واللحوم بدائل اللحم ومنتجات البطاطس أو الشوكولات على مسحوق الصراصير. قال الكيميائي في مجال الأغذية أرمين فاليت بالمركز الألماني حول قضية الصراصير: الأمر ما يزال غير واضح، تنضم حشرات حاليا تمثل سوقا صغيرا للغاية، ويختلف الأمر من دول لأخرى. ففي ألمانيا على سبيل المثال يمكن أن تحصل فقط على بضعة منتجات تحتوي على كميات صغيرة من الحشرات مثل ألواح الطاقة أو النودلز. ويضيف فاليت أن مزدوج بودرة الحشرات والبسكويت أو الدقيق لا يزال أمامه طريقا طويلا، وقال: نحن لسنا على علم بمزدوج حشرات بطريقة ما بالمنتجات. في ناحية أخرى قالت المفوضية الأوروبية: المستهلك هو من سوف يقرر ما إذا كان يريد تناول الحشرات أو لا. وحول ما يعنيه في هذا الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، توصلت هيئة سلامة للأغذية الأوروبية بعد تقييم سلسلة من الدراسات أن بودرة الصراصير المنزلية وفقا للكميات المقترحة آمنة. ويشار إلى أنه يجري تناول أكثر من 1900 نوع من الحشرات في أنواع العالم. تحتوي الحشرات على بروتين مماثل للموجود في اللحوم والديك الرومي. على الرغم من وجود تباين وفقا لأنواع الحشرات وفقا للاتحاد المستهلكين الألماني، ويعد تناول الحشرات أكثر استدامة من اللحوم والدجاج وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية. وبالمقارنة باللحم، فإن إنتاج الحشرات يطلب أرضاً زراعية أقل ونحو النصف مقارنة بالدجاج. وتحتاج الصراصير نحو 1/12 حجم الغذاء التي تحتاجه الماشية لإنتاج نفس كمية البروتين. وتجدر الإشارة إلى أن المواد التي ستحتوي على الحشرات سيكتب على عبوتها ذلك، ويكون للمسلمين حرية الاختيار أو عدمه. وبالإضافة إلى أنه يذكر أن المسلمون لا يحرمون أكل الجراد. ماذا عنكم؟ هل تتقبلون فكرة إدخال الحشرات إلى الطعام؟